تم سلاحة توقيف 17 من مشجعي فريق الوداد البيضاوي من طرف قوات حفظ النظام عقب تراشق بالحجارة مع مجموعة من الشبان على مستوى جماعة ثلاث الأولاد عقب المباراة التي جمعت بين الفريق البيضاوي ومضيفي أولمبيك خريبكا، مما تسبب في كسر زجاج سيارات للقوات المساعدة والمشجعين حسب ما علم لدى السلطات المحلية. أوضح المصدر ذاته أن على إثر المباراة التي جمعت خريبكا بين الأولمبيك المحلي وضيفي الوداد البيضاوي، ترشق مشجعو هذا الأخير في طريق عودتهم بالحجارة مع مجموعة من الشبان على مستوى جماعة ثلاث الأولاد، ما تسبب في كسر زجاج سيارات مشجعي الفريق البيضاوي والذين كان بينهم شخص يحمل سلاحا أبيض.